الفترة دي أنا شايف اللعيبة كتر التعادلات والنتائج الغير مرضية بالنسبة للفرقة دي مخلية شوية في عصبية مع اللعيبة، وشفنا ده في المباراة الأخيرة مع حسين السيد، وشفناه مع حسام غالي، وشفناه مع وائل جمعة وعبد الله السعيد. يعني تحس إن في مواضيع كبيرة جدا الفريق بيمر بيها، ودي مشاكل موجودة وقائمة. إنما العامل النفسي هشتغل بنسبه 70-80%. فنيا ما اقدرش اقول لك حاله نادي الزمالك وهو جاي على ايه والنادي الاهلي جاي على ايه، لا، هي حاله الناديين الكبيرين دول في اثناء المباراه واثناء كل ثانيه داخل المباراه، ملهاش علاقه بنادي الزمالك بيمر بمرحله مهمه جدا ومرحله انتصارات مهمه جدا وفتره استقرار بشكل كويس جدا. النادي الاهلي بيمر بمرحله عدم اتزان شويه، لكن المباراه دي بالذات ما بتخضعش ليه انت جاي على ايه، ولكن انت حالتك ايه بالظبط، حالتك ايه اثناء ال 90 دقيقه في داخل المباراه، واثناء كل ثانيه في كل دقيقه داخل ال 90 دقيقه. صناعه الفارق في الفرقتين موجوده في معظم اللعيبه اللي موجودين، سواء في الناحيه ناحيه نص الملعب او الناحيه الهجوميه. الاثنين عندهم مجموعه لعيبه وعناصر لعبوا مهمه جدا في نص الملعب وفي الناحيه الهجوميه، يصنعوا الفارق في اي لحظه وفي اي ثانيه زي ما قلت لك. واللي هيكون فايق في المباراه ديت سواء فرديه او جماعيه اتخيل ان هو ممكن يصنع الفارق. مش عايز اسمي اسماء لان الفرقتين عندهم اسامي على اعلى مستوى فنيا، زي ما قلت لك هو حالته ايه ساعتها اللي احنا ممكن نذكر اسمه دوت، ممكن ربما احنا نذكر اسماء دلوقتي ما تكونش في حالتها الفنيه. انا كمدير فني حساباتي ان انا بلاعب فريق قوي جدا شرس جدا، عنده بيلعب باربعة او خمسة في الهجوم، منهم احمد عيد عبد الملك، ايمن حفني، احمد علي، باسم، يعني الاربعة شفناهم في المباراة الاخيرة كتلة واحدة، تحتيهم ابراهيم صلاح واحمد توفيق في نص الملعب. الراجل بيشتغل بستة في الحتة الهجومية. المجموعة اللي موجودة عندها القدرة الكافية ان هي تمر بسفينة نادي الزمالك للمرحلة اللي جاية على احسن وجه. يعني الورق نادي الزمالك احسن فنيا من النادي الاهلي، انما مباراة القمة بتسأل واحد لاعب مباراة كتير اهلي وزمالك، لا ما لهاش حسابات.